تانية اسمها البين تول. انا صغرت البالنس تمام عشان نوسع الحجم بتاع الكانفاس تمام. وبنصحك وانت بتشتغل على البين تول ان انت عشان تعرف انت بتعمل ايه بالظبط تتخلص من البانل لحد ما تخلص رسم. البين تول بتشتغل انت ممكن تعمل نقطة، يعني لما دوست ليفت بوتن كليك ورحت في حتة تانية وعملت كليك تاني، ورحت في حتة تانية وعملت كليك تالت، ورحت في حتة عملت كليك كمان. بص لما هنوصل للنقطة اللي فوق ايه اللي هيحصل؟ شفت الدايرة الصغيرة اللي ظهرت جنب البين تول دي؟ بتقول لك ان انا هقفل لك الدايرة دي وهعمل لك فيل كمان ليها. اوكي، قفلت الدايرة وعملت لها فيل. طيب هنعمل كنترول وزد، كنترول وزد كمان، شلنا اللاين وشلنا الفيل. طيب ندوس كنترول واي، نعمل ديليت وناخد البين تول تاني، هي معانا فعلا، وهنعمل كليك ودراج، كليك ودراج، كليك ودراج، كليك ودراج تمام، او كليك ودراج. اوكي، زي ما انت شايف مطرح ما بتحط النقط بتاعك بيحاول يكمل لك الخط لاخر نقطه ممكن يوصل لك بيها تمام. دي البين تول. طيب هوريكوا تول تانية بتشتغل كويس قوي مع البين تول، يعني لما تعمل رسم وانت لاحظت ان هو باظ شوية منك ومش مطابق مثلا للرسم اللي انت كنت عايزه، فبدل ما تمسحه تبتدي من اول وجديد، روح خد السب سيلكشن تول. السب سيلكشن تول تول جميلة جدا، ممكن تجيب بيها عند الجزء المربع الصغير ده تعمل بيها كده او كده تمام. زي ما انت شايف بتحول لك الشكل لحاجه ثانيه خالص، ممكن تعدل بيها الشكل بتاعك كويس جدا 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 تمام. طيب بفرض كمان مش ده اللي احنا عايزينه قوي، طيب ناخد السليكشن تول مش السب سليكشن تول اهي. اوكي، روح على نهاية على حرف الستروك كده وبص ايه اللي هيحصل. لو انت عملت كده المربع هو بينقل لك كل حاجة مع بعض. اوكي، موف كل مع بعض. طيب لو رحت كده بص اوكي بيعمل سيلكشن. طيب تعالى على الحرف وخليه يعمل قوس، اهو عمل قوس، كليك ودراج. روح في حته ثانيه واعمل كليك ودراج، روح في حته ثانيه واعمل كليك ودراج، ما جاتش دي نجرب تاني اهي. اوكي كده انت ممكن تعمل رسومات كويسه بس محتاجه شويه صبر، يعني عقبال ما تقدر تعمل اللي بتاخد عليه محتاج شويه صبر شويه. اوكي، اوكي مش البين تول لوحدها اللي ممكن تغير معاها الشيب اللي انت عملته، اي تول ثانيه مثلا زي البرش تول تمام، ممكن تغيرها بالسب سيلكشن تول. اوكي، زي ما انت شايف هي ابتدت تغيرها لنا. البوكسز الصغيره دي لو عملت كلاك على واحد فيهم وسحبت بره، اوكي اي رسم انت حاسس ان هو مش زي ما انت عايز روح على سب سيلكشن تول او السليكشن تول وروح عليه وحاول تلمسه من بره شوف هيتغير معاك ولا لا.
اوكي، شايف الزاوية اللي ظهرت دي كده؟ هو في زاوية ممكن يسحب لك الزاوية كلها يطلعها بره. اوكي، ظهرت راوند. راوند دي بتتحكم في الانجل بتاعت القوس او زاوية القوس، تمام؟ بص، عايز يلزقها لك هناك او عايز يعمل لها سنابينج، هنيجي سنابينج بعدين. اوكي، نروح هنا مثلا. جميل، برضو حاول تاخد التولز وافتح فلاش دوكيمنت جديدة وابتدي جرب التولز واحدة واحدة عشان تعرف ايه اللي بيحصل.